أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري في لقاء في برنامج مجتمع وعي أن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 يؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المفدى للمتقاعدين وذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص. الآن الوضع أصبح اكتواريا تحت تهديد، هذه ليس فقط عجز، هذه تهديد اكتواري. فهذه مرسوم لإشلاء الأوضاع في هيئة التأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص. أنا أرى أن هذا هو دور قائد الأمة، قائد البلد، أن يتدخل في هذه الأمور في هذه الأوقات الصعبة. الأوقات تقريبا أوقات نسبيا صعبة وعصيبة على الجميع. حسب قراءاتي أن جلالة الملك أصدر أمرا بحماية ذوي الدخل المحدود، فأنا شخصيا أتمنى ذوي الدخل المحدود يستمعون لكلامي. لا داعي للقلق، فهناك في أب كريم ورحيم على رأسكم ألا وهو جلالة الملك، ودائما كان معكم وسوف يبقى معكم، وليس هناك في داعي لقلق. وهو نحن نحتاج أن نكون منتبهين لتقليص مصاريفنا، وبالذات الكماليات منها. الوقت عصيب على الجميع، ويجب أن نكيف نفسنا لمواجهة هذا الوقت، وهذا الوقت سوف يمر.